مقسومه. اولا الحسين عليه السلام ثابت عندنا وعندكم باساني صحيحه انه كربلاء. الان اقرا لك من كتابك بسند صحيح من كتبه. عمر بن سعد حينما وقف مع الامام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء قال له ان اناسا من اهل العراق سفهاء يزعمون اني قاتلك. قال والله ليسوا بالسفهاء، والله لن تهنأ بعدي ببر العراق الا يسيرا. حينما راى شمر بسند صحيح قال صدق رسول الله صلى الله عليه واله حينما قال رايت في الرؤيا كلبا ابقع يلج في دماء عترتي. طيب بسند صحيح عند ابن كثير في البدايه والنهايه ابن عباس يقول له لولا ان يزرى بي لنشبت يدي في راسك حتى امنعك من المسير. يقول فقال لي عند ذلك لان اقتل في ارض كذا وكذا، هو يعرف انها كذا طبعا كذا وكذا من علماء احب الي من ان يستحل بي بيت الله. يعني يقول انا مقتول انا ذاهب لاخر ولد اقتل، ما ابقى في هذا المكان، اذا بقيت في هذا المكان اقتل، احب الي ان اقتل في كرب خير من اقتل في مكه في حرم الله تبارك وتعالى. فالحسين عليه السلام يعلم انه مقتول لا محاله. كيف يقول الحسين عليه السلام لا والله لا أعطيكم بيدي؟ نفس الكتاب إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، هذه كلمة مشهورة عن الإمام الحسين تتناقلها الشيعة جيلا عن جيل جيلا عن جيل. هذه الكلمة التي صدرت من الإمام عليه السلام يوم عاشوراء لا والله تدوي إلى اليوم لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. فعلا لم يعطيهم ولم يفر حتى قتل آخر شخص من آل بيته ثم قتل هو وما أعطاهم ما يريدون. لو الإمام الحسين عليه السلام بايع يزيد والله لانتهى كل شيء، لو قبل ببيعة يزيد لانتهى كل شيء، ولم يقتلوه وعاد مكرما منعما في أفضل عيش. ولكن لا الإمام الحسين هذا ابن علي بن أبي طالب ما يدخل في الأرض. طيب.